الولاد انا صورنا لكم الفيديو بصح ما صلحش كيميا نعاودوه ترك كم تزرع واحد ها معاكم حوسه اي الولاد اي والله بيان شوف تكتبوا يوتيوب مثلا مثلا وحده اليوتيوب وحده اليوتيوب شو حبس نعاود لكم به تشوف لازم تشوف هضر معاه مع حسام مادام قد نكتب انا قالوا لا جزاك الله هيك مكمية نحكي لكم الفيد وش حنقولوا راح البحر جات القراية وش حنقولوا جات القراية الولاد واليوم راحت لي مات الكليماتيزار وطلب حر وتا واه شريت كرطابلات شريت طبليات صحيت المرارة شوية نخلعوكم شوية نخلع ما في كير ذيكا ممحيات طاطاشير روحوا الولاد كونيكسيون هنا كلي ما عنده هشا روحوا خير ان كومبيت ما نعرفش يعني فرنسي انا فونجلي هنا بصح مش غدير نورمال تكتب اسمك هذا مش مهم حتى خربيط خربيط كيما تحب هنا تكتبوا الاسم اللي راح تدخلوا به اليوتيوب يعطيك الله مثلا بلال بلال تك 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 بلال نكتبوا انت حسام بلال انت حسام بلال طق هنا طق الهي هنا بلال طق هنا طق الهي ناصر حاض يقول لك ما تكتبش هادو لي بوان لصقهم باك باه يصلحوا فيه المهم انتم ما تكتبوش تحبوها الارقام تحبوها نورمال بس هادوكم ديروا كود مليح هذا وفاب هاو إيلاف كود يعني الولاد يصلح عطونا جهك كيما قلت لكم الولاد ديروا كود وهذا ولاد كل واحد حقه في حنا بعد خرجوها هي مهمة ياسر مسكين قلت له ربي يا رب يرحمه هي قديمة والله شفتها والله شفتها يا هو دي حسام اها والله اليوم بديت على اليوم ولدي تغنى وتحلف بديت فيديو اني ما نقدر نصور والله يا حسام عندها قلب اليوم كشفوا الحقيقة والله شو مكتوبة بث مباشر ها اي ولدي ويني بث مباشر بست اوف مكتوب بس طفش بطني بيش مهم تشار اللي قلتي بس طفش معناتها ما كنتش هنا غير نتفرج يعني جات الباب ولاد بس وش معناتها يا اخي بس معناتها جيد اللي ماخذ يفوتي رقم واحد واللي مليح يفوتي رقم اثنين انا قلت لكم هاي نكتبوها لكم هنا هاي يا سيدي حبس بس الولاد وش معناتها تست اولا شي تست عندك تغطي تست اولا معناتها جيد ثانيا معناتها ماست كما يقول حسام ولا كما الباد هيك يو بيست مان يو بيست مان انت ما تصلحش اصلا اي بيست مان انت جميل راك شيء ايه صح وباد معناتها ماست هي باد ماست بقى سامحوني قبل بعد سامحوني شفتوا ما دخلتش المرة الجاية وقاري هو قال له قاري الاخر ما في غير لونجلي برك اني جبري في كل قاري هو الاولى هو مرقازة انا قرى مونجلي من هو مرقازة مرقازة من اسمه مقارنة حسك نات لكم لفوتو ده مرقازة الولاد نحبسوا الفيديو بان نات لكم لفوتو الولاد سن دقيقة وانا تكتبوا ديك ادي الكتيبة تكتبوا جاك سبتي البلاصة اللي سكين فا ايتيب ايتاب سويفون سي بوان عاد عندكم كونت في اليوتيوب وبارك هاوتي هي انا شوفوا واش نكتب سن دقيقة سن بدا الفيديو الولاد انا خاطئ الولاد انا خاطئ مصور الولاد انا كيف فيكم ها صح الولاد في فيديو اخر ان شاء الله ويا با تعودوا بعد قليل ويا با يا الولاد تربي معكم كمل احكي معاه مع حسام اني قلت له عمومه ولا فكره يا عمومه شوفوا الاولى تحبنا الهشام بركه ما صدقنيش شوفوا قد عندي بيرسيم برك وهشام تسمى سامحوني هاو بيرسيم هشام بهت صدقنا شوف قد عندي هشام لا شو قلت له عمومه يا عموم عمات فهمت يا هشام وشوفوا المناظر وش عندي
اخر كمية. هاي الدلوج، هاي صح نحط الدلوج خيرا. هاي الدلوج نختمو على نخلي حلقة انا ويا صح الاخرى تبعنا واحدة اخرى ان شاء الله تبعنا انا حسام. باي باي الولاد ان شاء الله. ديم ربي استغفر الله.